السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم تلاميذ سنة أولى من تعليم المتوسط. إذا راح نعطيكم الآن حل المشكلة الانطلاقية الأم للمقطع الرابع الأخلاق والمجتمع. أسجل رابطها إن شاء الله في الوضعية المشكلة الانطلاقية الأم في فيديو قصير. إذن إليكم الآن الوضعية أو حل الوضعية. أولا وقبل كل شيء نقرأكم الوضعية مشكلة الأم. للمقطع الرابع طبعا، الأخلاق والمجتمع. إذن كنت تسير رفقة والدك، ماهيش باينة والدك، وقد بدأ الوالد بتقديم نصائح لك لتلتزم بها في حياتك، وأول ما نصحك به هو أن تحسن اختيار أصدقائك. وأنت تخاطب نفسك، ما هي الأخلاق الحسنة التي أختار على صديقي أو أختارها في صديقي، وما هو دور هذه الأخلاق في الفرد والمجتمع؟ المهم هو تعرف على الأخلاق الفاضلة باعتبارها قيمة دينية وإنسانية. كذلك أهمية التحلي بفضائل الأخلاق واختيار صديق بمعيار الأخلاق. إذن إليكم الوضعية، حل الوضعية التي تحكي على الأخلاق والمجتمع أو على النصائح، فهي بنمط حواري. إذن هذه الوضعية بنمط حواري. إذن أقرأ الوضعية. كنت أسير رفقة والدي أو أبي، وعندما وصلنا إلى الحي رأينا صديقي سليم قد أساء الأدب مع بعض الأصدقاء بسبب رمي سلة القمامة على الرصيف. فنظر إلي والدي قائلا أو وقال: هل هذا هو صاحبك سليم الذي طالما تشكر في صداقته لك؟ فشعرت بالأسف أمام والدي، ولم أجد إجابة عن هذا السلوك المنبوذ. حينها قال أبي، طبعا إذن حينها قال أبي: يا بني، إن من أجمل ما يتزين به الإنسان حسن الخلق والمكارم الحسنة والكلام الطيب وحسن الجوار إلى غير ذلك من السلوكات الحسنة طبعا أو الصفات الحسنة. أجبته قائلا: نعم يا أبي، لقد ربيتني على أن أقتدي برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال في الحديث الشريف: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فقال أبي: أنصحك يا بني أن تختار الصديق الأمين الصادق الكريم الوفي المحسن المعين، يحترم الجار، يساعد الكبير، ولا يؤذي غيره، لأن الناس يحبون ويحترمون الشخص ذو الأخلاق الحميدة. أما سوء الخلق يجلب لنفسه العار والبعد عن الأحباب، والسلوك الذميم يجعل الفرد منبوذا في المجتمع. فقلت لأبي، هنا نقطة، الأخلاق الفاضلة لها مكانة عالية في المجتمع. فرد أبي: نعم يا ولدي، لأنها تحمل أهداف سامية للمجتمع، تقوي الروابط، فاصلة هنا، إذن تقوي الروابط بين الأفراد وتنشر المحبة، تحب تزيد والمودة أيضا والاحترام، وهي الركيزة الأساسية في بناء مجتمع أفضل وراقي ومثقف وأيضا ذو حضارة. فلا تجعل
مثل هؤلاء، إذن فلا تجعل مثل هؤلاء الشباب أصحاب لك. فقلت له: ولكن لست مثلهم يا أبي. رد قائلا: اعلم يا بني واحفظ هذه الجملة، الصاحب ساحب. وكذلك قل لي من تصاحب أقول لك من أنت، فهل أنت مثل هؤلاء؟ أجبت قائلا: سأتبع قول الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، عندما أختار صديق جديد بأخلاق حسنة. إذن هذه الوضعية على شكل حوار بين الابن وأبيه بالنسبة للوضعية المشكلة الانطلاقية الأم، يعني حلها. إذن أتمنى أنها نالت إعجابكم. إلى وضعية مشكلة انطلاقية أخرى للمقطع القادم إن شاء الله وحله، لا تبخلوا علينا بالإعجاب والاشتراك بالقناة، لأن كل من يأتي ويأخذ مثلا الكثير والكثير من الوضعيات غير مشترك بالقناة، حطوا بصمتكم بالاشتراك حتى تتجازوا أنتم عليه ونساعدكم أحنا بكل ما لدينا. وأقول لكم أتمنى لكم الفوز والتوفيق في حياتكم اليومية والدراسية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.